العقلية اللي دخلنا بها والنفسية جوستي ما يمكنش تربح 30 ماتش في الشامبيونة، راه انت ما عندكش ماشي روبوت تقدر تربح ولا ماشين، ما يمكنش. التعادل اللي تعادلنا في برشيد كان ما كناش باغينو، لكن هذه كرة القدم واستعدنا على هذه المقابلة مزيان وان شاء الله نحققوا 3 نقاط ونبقوا غاديين في المسار ديالنا. شوف بعد النوبات في الكرة القدم تقدر تلقى الهدف في الدقيقة الأولى وتقدر تلقى الهدف في الدقيقة التالية، ولكن الحمد لله استطعنا باش نجيريو داك 5 مينوت ل 6 مينوت اللي بقات، والحمد لله حققنا نتيجة إيجابية. فوالا. شنو الرد ديالك على الانتقادات اللي عندنا حاليا؟ حل المستوى ديالك. فاش؟ حل المستوى ديالك، كاين بعض الانتقادات كتهضر على المستوى ديالك. أنا شوف أنا ما كذبش عليك، أنا اللي تينتقدني ولا اللي تيقول شي حاجة تخلي تيقول كل واحد بحقه يقول اللي بغا، وأنا الأهم عندي هو ينتقدني الجمهور ديالي ونزيد نحسن المستوى ديالي ونخدم على راسي. ولا بروف هو تاكناوتي بوندون 5 أون، في 5 سنين وأنا تندير بعض الشامبيونات وتلعبت فينال شامبيونز ليغ كنت في لا كوب دو موند دو كوب دافريك، دونك الحمد لله هادشي ما تيعطينيش بلي نهبط يدي، بالعكس أنا تيعجبني الواحد ينتقدني باش نزيد نخدم. وغادي نقول لهم بلي تاكناوتي مازال يلعب 10 سنين خرا ولا 15 عام ولا 20 عام ان شاء الله. رسالتك للجمهور الوداديين ديما حاضر معاكم اخويا، رسالتك للجمهور الوداديين ديما. كنبغي نشكرهم على الدعم ديالهم اللي تيدعمونا، وهذا الفوز هذا ولا الماتش ديال الزمالك ولا الماتش ديال برشيد، ما استطعناش الماتش ديال برشيد باش نحققوا نتيجه ايجابيه باش نرضيوهم. الحمد لله الكرة القدم هي هذه، وكنبغيو نشكرهم على الدعم ديالهم، كنتمناو من الله سبحانه وتعالى يبقاو ديما تيجيو تشجعونا ونعطيو حتى حنايا اللي باش نفرحوهم ان شاء الله. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.